sənənin kimi məsləyə hazır mülk sırasını etib verəm mən. Bismillahirrahmanirrahim. Qıslanmayın, başlanın. Təbarəkəlləzi biyədihil mülk və xuvə alə kulli şeyin qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شقيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذب ما قلنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ما سروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف عليكم حاصبا فستعلمون كيف في نذير كيف نذير قل أرى ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف نكير أولم يروا إلى طير فوقهم صفات ويقبضن ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في رتوب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سبينا على صراط المستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زاركم في الأرض وإليه تحشرون ويقول متى في الأرض إن كنتم به تتقون إن كنتم صادقين قل أرأيتم إن أخذت قل إنما إن الله وأنا نذير مبين فلما رأوا أخذ الفتى سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي به كنتم به تتقون قل أرأيتم إن أخنكني الله ومن من يرحم فلم يجيرون كافرين من عذاب أليم قل هو الذي
قل قل هو هو الرحمن الرحمن آمن به توكلنا فستعلم من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العلي العظيم. الله razı olsun. الله razı olsun. Juda chiroyli. Yosh bo'lishiga qaramasdan shunday narsalar yodlagan. Endi kamsitilsa narsa bo'lmaydi. Xudo xolasa kamchiliklarni to'g'rilashga harakat qilib, yanada yaxshiroq o'qishga harakat qilasiz. Ishlaringizga omad.